Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayalil haditha kutubus sirati. Yali kutubal hadithi kutubus sirah. أي كما أن كتب الحديث تحمل القيمة الأدبية وتشتمل على غرر الأدب وروائع الأدب وقطع الفن الجميلة، كذلك كتب السيرة أيضا تحمل في طيها مختارات من الكلام الجميل. فقد حفظت لنا هذه الكتب المؤلفة في السيرة جزءا كبيرا من كلام العرب الأقحاح. هذه الكتب كتب السيرة قد احتفظت بكلام العرب الخلص الأقحاح، أي الخلص، ومثلت تلك اللغة البليغة. تمثل هذه الكتب وتقدم اللغة الأدبية البليغة الرشيقة المليحة الفصيحة التي كانت سائدة في عصور العربية الأولى، اللغة التي جاء الإسلام بها فهذبها ورققها ولطفها. وزاد في قيمتها وقامتها، والتي تشتمل، أي هذه الكتب تشتمل على قطع أدبية، أي مختارات أدبية لا يوجد لها نظير في المكتبة العربية المتأخرة. فباغي الأدب يجب عليه أن يطالع كتب السيرة من مثل سيرة ابن هشام ومغازي ابن إسحاق والسيرة الحلبية وعيون الأثر وسيرة ابن عبد البر والمواهب اللدنية وكتاب الصالح هدي خير العباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله.